ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقد توفي والده عبد الله، وكان عبد الله من أحب أبناء عبد المنطلب إليه. فلما مات والمرأة حبلى، كان عبد المنطلب يتمنى أن يكون الحمل ذكرا، وإذا بآمنة تلد ذكرا كما تمنى جده. وقد رأى جده عبد المنطلب رؤيا منامية أن آمنة ولدت ولدا، وأن الولد اسمه محمد. فلما ولدت جاء عبد المنطلب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عند ولادته ودخل به الكعبة. أول مولود يدخل به الكعبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسماه محمدا وأحبه. وجاء المراضع إلى مكة وكل تتجاوز محمدا لأنه يتيم. فلما كانت آخر واحدة تصل إلى مكة حليمة السعدية ولم تجد غير محمد، قالت لزوجها: ما رأيك أن نأخذ هذا اليتيم لعل الله أن يبارك لنا فيه؟ فرضي لها. فما إن أخذته حتى در ضرعها باللبن، وحتى تغيرت حياتها، وتباركت هي وتبارك زوجها، وتباركت القرية التي أتوا إليها، أصبحت البركة ظاهرة والرحمة واصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين من صغره إلى كبره، كل حياته رحمة للعالمين. وصل النبي الطفل الرضيع إلى بادية بني سعد، وكانت حليمة من أفقر بيوتات بني سعد، وكانت غنمها، كان ذلك العام شدة، كان لم يكن ينزل مطر إلا قليل، الغنم تأتي ضعيفة ليس فيها من الحليب شيء. فما إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الأمطار وكثر الخير ودرت الأغنام وكثر الخير على بيت حليمة، فرأوا من بركاته ما لم يحصل لهم سائر حياتهم قبل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل قمة في العدل، رضيع. تقول حليمة: كنت إذا ناولته ثدي الأيمن رضع منه، فإذا نقلته للثدي الآن رفض أبا، لأن معه شريك في الرضاعة، كان لا يرضى إلا من ثديها الأيمن فقط، فإذا ناولته الثدي الأيسر يرفض أن يرضع، هذا ثدي الآخر ولدها الذي ترضعه. ينمو صلى الله عليه وسلم يتيما غريبا في بادية بني سعد،